هذا التين عندنا. اليوم راح نسوي عملية ترقيد هوائي. شلون نسوي ترقيد هوائي للتين؟ هاي عندنا اكياس نايلون، هذا ربع كيلو، هذا الكيلو ماله، كيلو مال الاكياس هذا 3500، بيه هواي يطلع ويصير قوي هذا. فهذا هسه راح ناخذ، هاي عندنا تربة بتموس، هاي راح ناخذ نعبيه بهالشكل هذا. هذا نقدر نخلي بنص كيلو اذا عندنا شجره، يعني على مود هاي اللي عندنا الشجره هسه القصن مالتها يعني صغير، نستخدم ربع كيلو. اذا عندنا مثلا شجره شوي اغصانها شوي اكبر نستخدمه من نص كيلو حسب الحجم. هذا نعبيه، بعد ما نعبيه نضغطه، هذا هسه نضغطه بهالشكل على مود ما تظل بيه فراغات، ومننكبسه يصير الكبس ما تعب. هذا بعد ما خلصنا هذا نشده، هاي خلصنا من عنده هذا بهالشكل. هسه راح نسوي الشق بالشجرة، هذا اللحاء، هذا اللحاء نحاول هذا اللحاء كله نشيله على مود شنو يسهل عملية التجدير، يعني نجبر الشجرة على الجذور. هذا كله نشيل اللحاء، هاي الجذور تطلع من اللحاء ما يأثر، هاي حتى لو مثلا السر يعني مثلا مو عدلة كلش ما يأثر. هاي بعد ما انتهينا عندنا احنا مجذر، هذا مجذر، عندنا مجذر، احنا ما راح نستخدم المجذر، هاي نخليه قرفة هذا او دارسيني، هاي بخاخ عندنا على مود نخلي له هذا الدارسيني بالشكل. هذا نقدر نسوي على شكل عجينة ما يأثر، بودر هذا عندنا. هسه راح ناخذ هذا هذا بالشكل هذا، نسوي لنا فتحة، هاي نكبسه. هاي اذا اريد يستخدم يعني مثلا هاي اربط حزمة ربط، او مثلا نستخدم اي شيء نلفه. هسه هذا عندنا حزمة ربط وراح نشكلهم على مود نكمل، يعني مثلا ما حد يعني ما موجود مثلا عندنا حزمة الربط، نستخدم حبل، اي حبل نستخدمه. ها شوي خليناها لين الجو شوي يحتر، فنخليها شوي رطبة اكثر. هاي بعد ما خلصنا هذا نقصه هذا الزايد، هاي ورا ما نخلص، هسه ورا ما خلصنا هاي عندنا علاقة او كيس نايلون نلفه. هذا بهالشكل هذا ما نخلي يعني فراغ فيه،
هم يعزل عن أشعة الشمس. ويحافظ على الرطوبة. هاي انتهينا من عندها. مدة التجذير مالتها يعني شهر تقريبا تجذر. هسه احنا عندنا المجذرينها، هاي مجذرينها، هاي صار لها شهر. شهر اكثر من شهر بشوية ما يأثر. احنا كل ما نخليها ازيد. فهسه راح نفتحها ونشوف. لابكينها شوية لفة قوية. هاي الجذور مالتها ما شاء الله. هاي أحزمة الربط. هاي الجذور واضحة. ما شاء الله. هذا التين يجذر من 20 يوم 30 يوم يجذر تكمل الجذور. بأي وقت نقدر نسوي ترقيد الهوائي، يعني بأي وقت. بس هسه هاي ما زال بيها نمو، هذا نمو، خاطر لا تتأثر. هي ستنزرع، يعني نقدر هسه ناخذها نزرعها مثلا بالحديقة مباشرة، أو نزرعها بسندانة. هاي هسه الجذور طالعات بس على الرطوبة. هاي الجذور على الرطوبة بس شادين نايلون عليها، ما موجود. هاي الجذور مجذرة، هاي الجذور بينت الجذور، يعني مو هذا مكان التجذير وهاي الجذور طالعة يعني على الرطوبة مال هذا كيس النايلون. هسه راح ناخذها نزرعها. هاي عندنا التربة، تربة طينية راح نقلعها ونبدلها غير تربة، خاطر من نزرعها يصير النمو مالتها سريع. هاي عندنا رمل بناء ورمل نهر او زميج وسماد حيواني متحلل. هاي إذا بداية الغرس يفضل يعني تربة جيدة، لأن يعني أزرعها وراء سنة أو سنتين ما بيها نمو. دائما الأخوان الأعزاء يشكون، فإحنا نستبدلها خاطر يصير نموها جيد. بس أنا هاي أزرعها العام عندي نفس الارتفاع تقريبا 20 سنتيم، يعني من زرعته وراء يعني تقريبا 7 أشهر صار النمو مالتها تقريبا 2.5 متر هذا الارتفاع. هسه هاي هيك نغرسها بهالشكل هذا. احنا دائما من نزرع نقول زرعنا وزارع الله الطير وما سهل الله. اي شجره نزرعها بهالشكل هذا. هسه راح نرويها. هاي نرويها ريه غزيره. هاي نقدر نزرعها مثلا يعني بسندانة بالأرض. هسه احنا زرعناها مباشرة بالأرض. هسه هاي على مود لا تذبل. هسه راح نقطيها على مود لا تتأثر شوية، نموها يصير مستمر. هسه بعد ما نرويها نخلص من عندها. هاي ريا غزيرة هسه راح نقطيها. هاي قنينة بلاستيك مال براد. هاي ناخذها ونخليها بالشكل هذا نقطيها. ليش قطيناها؟ خاطر بعد ما تتأثر هاي، يعني نموها يصير سريع وجذورها تستمر. ان شاء الله هاي خلال اشهر يعني يصير بها ثمار ونموها جيد يصير.